ايوه هيك تمام، ننده لهدى خانو. هدى يا هدى، ليكني اجيت لطفية، عاوزة شي؟ ايه تقبريني، بدي اياكي تساعديني نرجع هي الخزانة لورا. شو كنتي عم تساوي؟ كنت عم نظف وراها درتي. بس انا ابن عمي نبى علي ما اقدر شي. ايش ورح تحمليه على ظهرك؟ بعدين مو ضروري تقولي له لعصام. مثل ما بدك. اوعك تصدقي حكي، امسكي على عدي فرشتك ولا تشتغلي شي. ايه انا وقت كنت حبلي بسعاد كنت اغسل واشطف وامسح واحمل طشت الغسيل واطلع انشر على الاسطوح وما صار لي شي. بقى تعي معي ولا تخافي. بدك خلصيني تعي. فيشي لقلك، فيشي كمان كمان. ايوه لا لا لهون لهون. فيشي كمان. بلا اويدي. والله يا ابن عمي الشغل ما بيخلص اذا بضلني عم بشتغل من الصبح للمساء، لانه البيت كبير واذا ما ساعدتني في درتي ما بلحق. لك على امي شو تقول؟ قايمه ببيت سياح نياح بدون ما يساعد حدا ومن غير ما تشتكي لمخلوق يخلق. ايه لا، اختك بوران بتروح لعندها اوقات وبتساعدها، بعدين انا عم باخذ الصغيره اللي عند زهره مشان ترضعها، هدى شوفي وراها. يلا بلا علاقه بصدري روحي شوفي شغلك. ويا ويلك ويا سواد ليلك تطلبي شي من هدى، ساعتها بتطلعي من هذا البيت وما بترجعي له بنوب. لك بشو غلطت انا؟ والله ما عم بفهم. وعم تردي بوشي كمان؟ ايش والبيت الي لحالي؟ مو لالي ولا سواد ولا هي على راسها ريشه. لك هدى حبلي ونحن ما صدقنا على حالنا ايمتى حبلي؟ لك شو عم بحكي مع الحيطان؟ شوفي لطفيه لا تخليني احلف عليك يمين الطلاقها. ايه بس انا عم بحكي الحق، ولا صارت كلمه الحق بتجرح بهالايام. لك يخرب بيتك سايا ما بتفهمي، يخرب بيتك يخرب بيتك من حالك. شو انا عم بحكي بالحيطان؟ ايه والله ماني قاعد كله بهذا البيت. لك ريتك كسرت ايده قبل ما يمد عليكي، وانت مثل عوايدك سكتي له مو هيك؟ لا بس كنت بدي احمل حالي واجيت لهون. حملتي حالك واجيتي لهون؟ لك يحملك الحمال ويرجع فاضي الى يشغلك عوبه. بتعرفي لو كنت محلك شو كنت بساوي؟ كنت بقبط فوق راس قلبهم وبتحش حالي بمناخيرهم. ولك ليش عم تبكي ليش؟ لانه ضايق بست الحسن والجمال، قاعد عم يدللها وتاركني انا عم بشتغل البيت مثل الخدامه. امي بلين قلي على بيتك يلا. لا يا ماما ما رح ارجع وسط بزرقة. بدك تروحي على بيتك ورجلك فوق رقبتك. استني انا رايحه معك. شو تفضلتي فريال خانم؟ وبتفهمي بنتك انه بنتي ما انا خدامه عندها وعند اللي خلفوها مشان تطبخ وتنفخ وتشطب بالبيت وتغسل بالبيت لحالها؟ والله يا حبيبتي بنتي حبلي، ومن هلا ورايح ما راح اخليها تدقر غرض بهالبيت. والله شو؟ مثل ما سمعتي ام توفيق، واذا ما فهمتيها راح افهمك اياها بطريقه ثانيه. يا امي رعبتيني، جيبوا لي طاسه الرعبه. مالك شايفه كيف رقنت من خوفي منك ومن بنتي؟ امي من شان الله. خلاصي انتي، انا عم بحكي مع هيك بشر ما بتقدري. لا شو ليش هيك صوتكم طالعه؟ شرجحتونا قدام الناس. هلا نحن اللي صوتنا طالعه يا بعدي، ومع هيك فهمها لحماتك شهيره ان تضب لسانها بحلقه احسن لها، وما تحكي معي كلام طالع نازل. ولك اصلا مو الحق عليكي، الحق علي انا اللي قبلت اخذ واعطي معي. خلص يا جماعه خلص، حصل خير. لطفية. نعم ابن عمي. أول باشتان حسابك بعدين، لأنك طلعتي من البيت بدون ما تاخدي إذني، وتاني باشتان بتاخدي ضرتك وبتطلعوا لفوق وبتتفاهمي أنت وياها على شغل البيت راسك من راسها، ويا دار ما دخلك شر. يلا حاضر ابن عمي. يلا وام. يعني شو عملت يا صهري يا مسند ظهري؟ حليت على الأساس؟ إيه مرت عمي انحليت، وبدي إياك تكوني محضر خير وتقربي من حماتي ام بشير وتصالحيها. يلا كرمالي. ما تواخذيني شهيرة خانم، أنا غلطت بحقك وأنا كمان أم توفيق، لا تواخذيني. صدقيني يا أم بشير، بنتك هدى بحسها مثل بنتي وبحبها من صمصومة قلبي، إما بتمنى الشوكة تنخض إصبعها. وأنا كمان يا أم توفيق بحس لطفية مثل هدى بنتي، وبتمناهم دايما دوم مثل السمنة على العسل. هيك ها؟ يا سلام يا سلام، يا عيني عليك يا حماتي ما أحلاكي، يا عيني عليك يا حماتي ما أحلاكي. وهلأ مين بناتكم بدها تساوي لنا الغداء؟ أنا تقبرني أنا بدي. لا والعظيم ولا والله على بعضك 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 على بعضك
عادي، بعرف انه كبروها شوي. الا انه عصام ومرت عمي مفكريني انه انا قصدا بدي اياكي تشتغلي وتتعبي، بس انت بتعرفي انت اغلى من عيوني. تسلمي لي يا لطفيه. حاسه بشي حبيبتي؟ عم يجعك شي؟ لا بس شوية طلعت نفس. هي عادية ما فيها شي. ليكي اليوم ما بدي اياكي تعملي شغلة بالبيت، الكناسة والتنظيف وشغل البيت كله علي انا، لانه ما بدي ابن عمي يفكرني غيرانة منك لانك حبلة. بس شوفي بكرة وبعد بكرة شغل البيت كله عليكي. سنة عم قلك يا ام بشير، هدى منيحة الحمد لله وما فيها شي، بس بدها ترتاح كم يوم، وانتي لا تخافي عليها كتير. الله لا يوفقها اللطفية. ايه يا علينا بتضل بتجيب سيرة لطفية. لك يا اختي حرام تظلميها للبنت، اللي مقدر من الله هو اللي بده يصير. ونعمة بالله. ايه اختي انا بدي روح خاطرك. الله معك امتك. آه والله حرقتي لي قلبي على هالبنت. شفتي يا ام عصام، شفتي اللي بيعيش كتير بيشوف كتير. وما نعرف من انو حارة هن. لا لا ما حدا قدر يعرف، لانه البنت صغيرة وما لحافظة غير انه اسم جدها هاشم. اخطي على حظه هالزلمة انه برم كل حارات الشام وما لقى يموت الا بحارتنا. هيك نصيبه يا اختي. هلأ حدا منا بيقدر يعرف نصيبه وشو بكتب له بهالدنيا وين نهايته؟ ما حدا بيعرف، بس نحنا منقول اله يحسن الختام بجاء النبي. امين يا رب العالمين. ايه ام عصام قليلي، امتى بدكن تكتبوا كتاب خيري ومعتز؟ يوه وشو جاب هالسير على لسانك هلأ؟ يا ستي خيري ومعتز مقرية فاتحتهم من زمان، وصاد لازم بقى تكتبوا كتابهم وتفرحوا فيهم. امزكي هذا الحكي مو من عندك، مين وزك علي؟ اه لا حبيبتي من عندي، لانه انا خيرية بحبها كتير وبدي اطمن عليها، وابنك معتز غالي علي وبدي افرح فيه. شو فيها؟ على مهل امزكي على مهل، ما بيصير افرح بابني واخي غايب عنا وما بنعرف وينه. والله مالي عرفانة شو بدي قلك، انت بهالطريقة هاي عم تقسي على ابنك معتز مثل مالك عم تقسي على خيرية حبيبتي. يبعث لك الهنا يا امزكي على الحكي اللي عم تحكيه. ليش لك حبيبة قلبي؟ والله كلامي معدل وموزو. مأمون بيكون ابن عمك وانت بنت عمه، خلينا نحط الخبزة على الجبنة وتتجوزوا. لك يا عيوني انا تعودت على الوحدة، يعني ما عدت اقدر اعيش مع حدا تحت سقف واحد. ايه بس هذا مو رجال حي الله، هذا من دمك ولحمك عرق عيني، احسن ما تتقاسموا ورثة عمكن الزعيم اجمعوها على بعضها. لا ستي كل واحد ياخذ نصيبه ويروح بحال سبيله. ايه مثل ما بدي، بكره بتجيكي شي وحده بتسرقه مني وما بتروح الا عليكي يا هبله. تفضلي بورا. من ايد ما نعدم يا حق. شو اهدي عم تشرب قهوه ولا لسه؟ لا ايوه لسه صغيره. يا حبيبتي هالبنت شو ناعمة وظريفة. لك ما عرفتي من أهلها؟ لا والله لهلأ ما عرفنا شي. غريبة. شكلك بدك تخليها عندك لك فوزية. ايه والله اتفقنا انا وابو بدر نخليها عنا ونربيها لبين ما يبين حدا من أهلها. فرجوا رحمة. الله يقويكي على فعل الخير يا فوزية. يا مو شو يا مو؟ خلينا ناخد وردة ما نتلعب بالبيت. لا حبيبي وردة ما بتطلع من هون. بعدين إذا بدك تلعب مع العب معها هون برد ديار. معلش حبيبي معلش، لعبوا مع بعض هون. روحوا يلا. شو أم عصام؟ اسمعنا إنه معتز رح يكتب كتابه ويتجوز الخميس الجاي. إيه والله، وأنا جاي أقلك مشان تشرفينا يوم الخميس بعد العشاء. نتشرف إن شاء الله. ألف ألف مبروك. ما قلتيلي وين بدهم يعدوا العرسان؟ وين بدهم يعدوا الكفوزية؟ عندي طبعا. قولي يابي 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 وين رايحة؟ طلعت لها الغدا لدرتي ابن عمي عشان ما تتحرك من فرشتها. ايه ها يا عيني عليكي يا لطوف ما احلاكي، من زمان اظهري لي اخلاقك ومحاسنك الحلوه اشتقنا لها. شوفي لطوف انت ودرتك بدي اياكم مثل الاخوات، فهمتي؟ ايه فهمت ابن عمي. ايه تعالي يا بي تعالي 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 يا بي يا بي، بكره بده يجي اخوكي شوكت وتلعبي انت وياه هون بارض الديار. بس ما بتقربوا على البير، شفتي هذا البير ما بتقربوا عليه. اقغل ما بصدق درتي بذات نفسها جايبتي الغداء على الاوضه. ان شاء الله مجاري الهنا. على قلبك تقبريني. تسلمي لي يا لطفيه ان شاء الله ما بخطبك ببرد. وان شاء الله ما منوقف معك بمصيبه حبيبتي. يلا كلي صحه وهنا.
انت بتعرف انه الحاره بدها واحد جدعه قبضاي والناس كلهم يهابوه، وما في حدا بكل الحاره بيقدر يسد هالشغله غيرك. بحياته الضعيف ما قدر يفرض حاله على حدا، وبدك تتذكر انه القوي والقبضاي ما حدا بيقدر يقول له لا بنوب ويفرض حاله على الكل غصب عنهن. احم احم، لحقت تاخد عقلك خيريه؟ لا والله يا ماما ما عم فكر فيها منو. كان بشو عم تفكر؟ ولا شيء يا ماما ولا شيء. نيكول الله الله على المجدرة يا ماما. إلي زمان ما أكلت مجدرة يا مو. هي المجدرة بسامير ركب هي والبرغول. صحتين وهنا يا مو. شو بدي قلك، بكرة مروق لعند المنجد، خليه يجي ياخذ لك قياس الفرشة الجز مشان يفصل لك وحدة جديدة. ما في داعي يا مو، ما في داعي. لا اشكل هاللبكة. لا يو، شو ما في داعي؟ بدك بيت حماك يحكوا علينا؟ ايه لا، إذا هيك معك حق يا مو، معك حق. لو عطيني وقت كنت عملت لك جهاز من أول وجديد لك ابني، بس أخدتوني على ملا وشي أنت وأخوك وخالك. لهلك أم عصام، مالك رضياني عن جوازتي؟ بلاها. لا أيو، شو مالي رضياني؟ والله فرحانة فيك قد الدنيا. هيك ها، هيك بدي إياك. عطس.